بالنسبه لي انا بحب المكرونه بشاميل جدا، ورق العنب، فراخ بانيه، باستا وايت صوص تاني، بس اهم حاجه المكرونه بشاميل. ماكل نص الصينيه. الطبق اللي ما بحبهوش، لا هو مش طبق، انا بكره المشروم، بكره المشروم. بستغرب ازاي الناس بتحب المشروم، وبعدين ليه بيتحط في اي اكل؟ ليه ادخل اي مطعم لو طالب اكله ملهاش علاقه مشروم؟ فيعني ما بحبهوش. مطبخ عالمي بحبه مطبخ مصري، انا بحب الاكل المصري جدا 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 جدا. بحب اطبخ لنفسي، انا طباخ عالمي، بس ما بعملش غير بيض البلوبيه و بيض اومليت. البيض البلوبيه انا عارف كل يوم بيض بالبلوبيه. حلو ولا لا؟ حلو. طب ثانيه، انت اول لما اتقابلنا قلت لي بتعرف تطبخ ولا لا؟ لا قلت بتعرف تطبخ. حرق الزيت، مش عارف حتى يحمر الزيت، مش يحمر، لا يسخن الزيت، حرقه.